بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. إذا نواصل مع شرح برنامج أبيستار 3 وأهم ميزات هذه النسخة. إذا سنقوم بدراسة حركة سقوط كوريا في الهواء. نفتح الفيديو من هنا، نختار الفيديو، مثل هذا الفيديو عند تشغيله. إذا لدينا هنا سقوط كوريا في الهواء. إذا أول شيء نقوم به، نجد أن هذا القائمة تكون مفعلة في الأول، بمعنى أن مباشرة نقوم بتعليم النقاط ثم تحديد السلم والمعلم. إذا عند تحديد النقاط، مثلا هنا نحدد النقطة الأولى، في حالة ما إذا أردنا تغيير اللون على هذه العلامة، يمكن مباشرة من لوحة المفاتيح الضغط على رقم واحد. إذا ضغط عليه مرة يتغير اللون، مرة أخرى يتغير لون آخر، وهكذا. إذا تساعدني هذه العملية في اختيار اللون المناسب حسب الخلفية، لكن ذلك يؤثر كذلك على المنحنيات التي سنجدها فيما بعد. بمعنى اللون الذي يكون هنا سيكون هو نفسه الخاص بالبيانات الخاصة بالمسافة والسرعة وغيرها. إذا سنختار هنا مثلا هذا اللون، مثلا اللون الأحمر. نعلم النقطة الثانية والثالثة وهكذا. إذا بعد تعليم النقاط سنقوم بتحديد سلم الرسم. نختار طول هذا المسطرة مثلا، ليكون مثلا 0.5 متر، أي 50 سنتيمتر. نأخذ المعلم، إذا يمكن تغيير اتجاه نحو الإيكغريك إلى الأسفل من هنا، ويمكن كذلك تسمية النقطة المتحركة. نختار مثلا بال، ومثلا بالنسبة للمحاور يمكن تغيير لون المحاور حسب الخلفية. بهذا الشكل، إذا في هذه الحالة يمكن الحصول على الجدول التالي. الجدول يحتوي على كل المتغيرات، لدينا مثلا الزمن، لدينا اكس واي، السرعة المحور اكس واي، ومحصلة السرعة، ولدينا كذلك التسارع، بالإضافة إلى السرعة الزاوية والزاوية وغيرها. يمكن مثلا إخفاء أي عمود بالضغط على علامة في الموجودة هنا، كما يمكن تحديد الأرقام بعد الفاصلة. هو يحدد دائما 3 أرقام بعد الفاصلة، يمكن الزيادة بهذا الشكل أو النقصان من هنا. إذا نتحصل على جدول، لدينا هنا قيم الطول تقريبا 0.03، قد تتغير. يمكن نسخ الجدول إلى المجدول إكسل أو ريجريسي مباشرة، أو هذه أحد الخواص الجميلة في البرنامج. مثلا عندما أضغط على إيديت، يمكن مثلا هنا لإرجاع القيم السابقة التي قمنا بحذفها، عند الضغط هنا ترجع هذه. يمكن مثلا، أنا لا أحتاج هذه مثلا، مثلا أحتاج إلى إكس و في إيكغراك و في إكس. إذا أريد مثلا نسخها مباشرة إلى، إذا إما النسخ بشكل ملف أو نسخ مباشرة إلى أحد المجدولات كما الإكسل أو الجريسي أو أوبن أوفيس. هنا مثلا عند الضغط على الإكسل يفتح مباشرة برنامج إكسل، نجده هنا وتنقل القيم إليه مباشرة. يمكن استغلالها في رسم البيانات وكتابة العناوين. كما يمكن الاطلاع على البيانات، لدينا هنا إكس بدلالة الزمن. إذا الحركة على محور إكس غير موجودة، هذا هنا صفر. حركة على محور إيكغراك
لدينا بشكل قطع مكافئ، يمكن معرفة معادلته من خلال هذه الأيقونات. هنا لدينا هذه مكبرة، هذه اليد للتحريك البالية مثلا هنا بهذا الشكل، ولدينا هذه عبارة عن مسطرة تقوم بقياس بمعرفة الإحداثيات. عند وضع مثلا المسطرة هنا في أي موضع، هنا تظهر علامة في أو علامة زائد عفوا، عند وضعها هنا تظهر النتيجة هنا في الأسفل. لدينا هذه الخانات في الأسفل تظهر فيها النتيجة، مثلا هنا إحداثيات هذه النقطة هي 0.1 ثانية و 0.046 متر. بالنسبة لهذه هذا الأمر، هذا هو خاص بالوظائف التي هنا في الأسفل. لدينا هنا في الأسفل محاكاة للمنحنى، بمعنى معرفة معادلة المنحنى. في حالة كان لدي، سأرجع هنا، في حالة كان لدي خط مستقيم، بمعنى البيان عبارة عن خط مستقيم يمر موازي لمحور الفواصل، راح تكون قيمته ثابتة، أحاكيه بهذا. في حالة البيان عبارة عن خط مستقيم ميله موجب، هنا الميل سالب، هنا قطع مكافئ، هنا الدالة السينس، ونجد مثلا الدوال الأخرى كالدالة الأسية وغيرها. مثلا هذا عبارة عن قطع مكافئ. إذا نقوم بمعرفة معادلته من خلال هذا الأمر. إذا عند الضغط عليه يرسم هنا بيان مطابق له تقريبا، وعند تقريب المؤشر هنا من البيان يعطيني معادلة البيان. إذا هي إيكغريك تساوي آر زائد بي في تي زائد سي في تي مربع، حيث يعطينا القيم تاع الثوابت. بهذه الطريقة يمكن معرفة معادلة كل بيان. في حالة مثلا إذا كانت هنا لدينا مطابقة، بمعنى أن البيان مرسوم بدقة تقريبا، بدقة كبيرة. في حالة ما إذا كان العلامات غير موضوعة بشكل جيد، يمكن مثلا الحصول على معادلة البيان بالتحريك بواسطة هذا الأمر. مثلا عند الضغط عليه يعطيني هذه الخيارات هنا، يمكن تغيير كل من الثوابت عن طريق الفأرة بهذا الشكل. نلاحظ هنا ابتعاد البيان، أو يمكن مباشرة عن طريق مثلا التحريك بهذا الطريق. مثلا لو نلاحظ البيان الخاص بالسرعة، لدينا هذا البيان الخاص بالسرعة، إذا هو عبارة عن خط مستقيم ميله موجب، إذا نختار هذا. إذا عند اختياره يرسم خط مطابق له، إذا يمكن الحصول على معادلته في تساوي بي في تي، حيث بي تساوي إلى 9.6 اللي تقريبا اللي هو التسارع تقريبا 9.7. إذا يمكن مطابقته للحصول على تقريبا الميل يكون 9.8. إذا يمكن هنا الحصول كذلك على المسار اللي هو إكس بدلالة إيكغريك. وهنا بالنسبة لي الأشعة الخاصة بأشعة السرعة وأشعة التسارع، يمكن إظهار قيمها من هنا Display Draw، هنا نختار القيم. هذه قيم خاصة بالسرعة، يمكن أن نكبر، نستخدم المكبرة واليد مثلا للسحب بهذا الشكل. إذا نلاحظ أن السرعة تتغير من 0.05 وهي في حالة تزايد بهذا الشكل إلى غاية 2.91 كقيمة أخيرة، أو 3.24 متر على الثانية. يمكن في هذه الحالة كذلك حساب أو تمثيل شعاع غدار طبيعي، أي شعاع تغير السرعة. إذا يمكن تغيير هنا سلم الرسم، شعاع تغير السرعة فرضا في الموضع 10، لدينا دلتا في 10 يساوي في 11 ناقص في 9. إذا يمكن من خلال الأيقونات هذه الموجودة هنا، هذه الأوامر، مثلا لدينا هنا هذه لمضاعفة الشعاع، هذه لتغيير اتجاه الشعاع سنستعملها الآن، وهذه لرسم الشعاع. إذا مثلا نريد تمثيل دلتا في عند الموضع 10،
إذن اللي هو في 11 ناقص في 9. إذن يمكن مثلا اختيار هذا الأمر ونذهب إلى 11 ونقوم ب الضغط عليه فتنسخ نسخة أخرى منه، نقوم بسحبها، نسحبها انطلاق من هذا السهم مثلا، نسحبها إلى هنا مثلا، ونحتاج إلى قد معاكس ل في 9. إذا نقوم بمضاعفته إما من هنا أو هناك طريقة أخرى، مثلا نأتي هنا نضغط بالزر الفأر الأيمن، تظهر هذه الخيارات خاصة بتغيير اللون والاتجاه وبمضاعفة أي أخذ نسخة أخرى من الشروح بهذا الشكل. نقوم بسحبها بهذا الشكل، وهنا نحتاج إلى المعاكس، إذا سنقوم بالضغط عليه بزر الفأرة الأيمن وتغيير اتجاه الشروح، إذا يظهر بهذا الشكل. المحصلة نرسمها من خلال هذا الشروح، إذا من نهاية الأطول إلى نهاية الشعاع الثاني بهذا الشكل تقريبا. إذا تأتي القيمة اللي هي 0.7 متر على الثانية، يمكن نقلها إلى مكانها بهذا الشكل، إذا دائما من خلال هذا السهم، إذا نضعه هنا مباشرة عند الموضع أن 10. يمكن تغيير اللون حتى يظهر بشكل جيد، نغير الظاهر مثلا، سنختار لون أزرق، سأحذف هذا. إذا هذا هو الاعدادالطبيعي الطبيعي عند الموضع 10. إذا يمكن بنفس الطريقة إظهار، سنخفي القيم، الاعدادالطبيعي الطبيعي في أي موضع من خلال هذه العملية. حتى يمكن استغلال هذه الشاشة بواسطة جهاز العرض وتوضيح الكلمات كيفية تمثيل شعاع الدلتا بي خلال الحركة المتسارعة. يمكن الرجوع إلى الدراسة الأولى إما بالضغط هنا على الإغلاق أو مباشرة منه. نرجع إلى الحالة الأولى. إذا كذلك هناك خاصية أخرى بالنسبة للمعلم، يمكن تغيير لون المعلم من خلال الضغط على الصفر من لوحة المفاتيح، يتغير لون المعلم بهذا الشكل. إذا كانت هذه فكرة عن عمل البرنامج من خلال التطبيق على حركة متسارعة. وهنا لدينا مثلا عند تمثيل الشعاع دلتا بي يمكن إثبات بأن دلتا بي يأخذ قيمة ثابتة، مثل لو أخذنا في موضع ثاني سنجد تقريبا نفس القيمة، وبالتالي لدينا خصائص دلتا بي وخصائص الشعاع اف هي نفسها، بمعنى ان الجسم يخضع لقوة ثابتة وهنا متمثلة في قوة جذب الارض التي هي عبارة عن قوة الثقل. اذا شكرا على المتابعة، نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.